جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قويم متين باحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على اثرها في يقين جمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ونحن نتحدث عن جمع القلوب احب الحديث في هذا المجلس عن امر عظيم يجلب محبه الله سبحانه وتعالى ويكسب به الإنسان قلوب الخلق ويوجد الثقة والبركة بين المتعاملين ألا وهو إحسان التعامل أن يحسن الإنسان التعامل مع الآخرين فهذه عبادة عظيمة وطاعة جليلة ولها التأثير الكبير في تأليف القلوب وفي جمع النفوس وفي إبعاد التشاحن والبغضاء بين المسلمين ونجد ان الله سبحانه وتعالى قد وصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه الجليله. فقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو اعظم الخلق في حسن التعامل في حسن الاخلاق وكذلك حين نتامل في ايات القران الكريم نجد ان الله سبحانه وتعالى قد قرن بين الامر بعبادته وافراده بالعباده وعدم الاشراك به والامر بالاحسان الى عباده فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم فالله سبحانه وتعالى امر بالتعامل بالاحسان وباحسان المعامله مع هؤلاء جميعا وقرن ذلك بالامر بعبادته فكما ان الانسان يقوم بحق الله جل وعلا كذلك يحرص على إحسان التعامل مع الآخرين يحسن التعامل مع والديه مع أولاده مع أقاربه مع جيرانه في مكان عمله في مختلف مجالات حياته وبذلك يكسب محبة الله سبحانه وتعالى ويكسب رضا الله جل وعلا وترتفع هذه المنزلة وهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن احب ان يدخل الجنه ويزحزح عن النار فلتاته منيته من الذي لا يحب ذلك؟ كلنا نسعى من اجل ان نحقق هذا الامر العظيم اذا ماذا يعمل؟ قال فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر هذا الامر الاول وهو القيام بحق الله جل وعلا وهو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وهو تحقيق كمال الايمان بالله جل وعلا وباليوم الاخر وما يتعلق ويرتبط بهذا الايمان اذن فليؤمن بالله واليوم الاخر والامر الثاني وليات الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه كيف يحب ان يعامله الاخرون فكذلك يعاملهم بنفس المعامله اليس يحب ان يعاملوه بالحسنى ان يعامله بالطيب ان يتكلموا معه بالالفاظ الحسنه كذلك هو يتعامل معهم بنفس المعامله فاذا حقق ذلك فإنه موعود بدخول الجنة وأن يزحزح عن النار، وهذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حين نتأمل نجد الوصية جاءت بذلك في أحاديث كثيرة كما أنها جاءت في الآيات كذلك جاءت في الأحاديث النبوية، جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن يتعامل مع الناس بالاخلاق الحسنه وكذلك جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه يعني الآن تتميزون وتتفاضلون عند الله بحسن التعامل كيف تتعامل مع صاحبك مع صديقك مع زميلك مع رفيقك مع جليسك مع جارك مع قريبك خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره لأن يعني هذه النصوص تدلنا على عظم هذا الأمر فعلينا أن نستمسك بحسن التعامل أن نقابل الآخرين بطلاقة الوجه جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق بوجه بشوش نحرص على ان نعامل الاخرين وان نكلمهم بحسن المنطق وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كذلك حين نتحاور مع الاخرين، حين نتباحث، حين نتناقش فاننا نبتعد عن المراء وعن الجدال ولا يكون الانسان حريصا على اظهار التعالي انه افضل من هذا الاخر او يكون همه كيف يغلب هذا الخصم. وانما يكون حواره بالالفاظ الطيبه بالالفاظ الحسنه يكون قصده هو الوصول الى الحق واذا راى ان الامر تحول الى مراء والى جدال فانه يبتعد عن ذلك فان المراء لا ياتي بخير المراء لا ياتي بخير ولذلك يبتعد عن المراء جاء في الحديث الذي رواه ابو داود عن ابي امامه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت عظام وكفيل في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه إذا فالإنسان يكون حريصا على هذا لأن البعض يمكن أن يدخل في الجدال وفي المراء حتى تصبح الخصومة هي من اخلاقه عاده له يحب الخصومة ويحب النزاع ويحب الدخول مع الناس في الجدال ولذلك تجده يعيش الخصومة في المسجد في البيت في السوق مع اولاده مع اهله مع جيرانه وهذا شيء بغيض والعياذ بالله جاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم خصوصا حينما لا يبالي المهم يخاصم على حق على باطل على اي شيء لا يبالي هذا والعياذ بالله شيء قبيح وشيء مذموم فينبغي ان يحذر المسلم من ذلك كذلك من حسن المعامله ان نتعامل مع بعضنا بصبر وتحمل وتغاضي قد الطرف وتجاوز عن بعض السلبيات نتعاون في المناصحه وفي تجاوز السلبيات لكن مع ذلك نتعاون بصبر وتحمل ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الانسان يتعامل بهذه المعامله الانسان يكون حريصا على ذلك يصبر على اخيه ويتحمل ويتجاوز لان البعض ربما تجد انه بسبب امر يسير او بسيط لم يتحمل ويقول الأفضل أني أقاطع وأني أترك ولماذا ماذا سأجني من هذا سأترك هذا ويهجر هذا ويقطع هذا ويترك السلام على هذا لابد أن الإنسان يكون عنده هذا الروح أو الصبر والتحمل نعم إذا كانت له حقوق هو يطالب بحقوقه لكن مع ذلك نتعامل مع بعضنا مع أهلينا مع أولادنا مع والدينا مع جيراننا بصبر وتحمل ونتناصح نتناصح في اي امر من الامور ونتعامل بهذه المعامله نتعامل بهذه المعامله جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. علينا ان نحرص على احسان التعامل مع بعضنا في بيوتنا في مساجدنا في أسواقنا في طرقاتنا في مختلف مجالات حياتنا وبذلك توجد المحبة والأخوة ويبتعد الإنسان عن التشاحن والتباغض أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قويم متين باحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على اثرها في يقين جمعنا على اثرها في يقين